لو الحكاية فيها إن فيجو تداوله في الوزارة الداخلية ورئيس الوزراء ان 30 يونيو ده عيد الشرطة بدل عيد الشعب او ثورة الشرطة او عيد الشرطة. انت ايه رأيك؟ اعرف ان الشرطة عايزين نخليه 30 يونيو. انت ايه رأيك؟ هل ينفع ان هم يحطوا اسمهم على صاحب قراره ولا في مركز ان انا انت لا رأي الشارع. انا واخد رأي الشارع. انت كمواطن انت شايف ده انتهاك لحقك انت. دي 30 يونيو ده ثورة الشعب زي ما هي 25 يناير ثورة الشعب. فهل انت شايف ان هم يطبقوا 30 يونيو عيد الشرطه ده انتهاك لحق الشارع المصري ولا عادي؟ مش توصل لدرجه انتهاك يعني. بس انا شايف ان الموضوع عادي يعني. حتى لو هم عايزين يعملوا دوت ما تفتكرش ان هيبقى في رد فعل صعب من الشعب يعني. دلوقتي الثوره 30 يوليو تختلف عن ثوره 25 يناير. 25 يناير كانت كسر شوكه الشرطه، لكن 30 يوليو كان لم شمل يعني. كان جيش مع شرطه مع شعب. فما افتكرش ان الشعب هيفرض حاجه زي كده يعني. هو احتفال يعني احتفال بثوره واحتفال بنفس الوقت بعيد الشرطه. مش مشكله عادي جدا. في قرار وزاره الداخليه انهم عايزين يبقى 30 يونيو ده ثوره الشرطه او عيد الشرطه. طب مثلا لو حصل بعد كده في شهر 10 في شهر 11 مش هينفع بقى؟ احنا هنرجع للاصل هو 25 يناير يعني. مفيش حاجه تتغير يعني. انت بتطالب ان الشرطه تكون في 25 يناير عيد الشرطه؟ اه. طب ليه معرض انهم يكون 30 يونيو؟ ليه؟ ما انا بقول لحضرتك ممكن بعد كده يحصل اي حدث تاني فيتشفي التاني. فاحنا مع فكره اللي هو 25 يناير عشان لو حصل بعد كده في اي شهر تاني ما نقولش طب ليه ما يكونش ده ليه ما يكونش دوت. فانا قصدي اللي هو نوع من الاستقرار. طب ما هو 25 يناير ثوره الشعب برضه. الناس يقولوا لا ازاي يبقى ده ثوره الشعب وازاي يبقى عيد الشرطه في نفس اليوم؟ لا ايه المشكله؟ لا انا برضه مش مع فكره ان هو احتفالات تبقى كتير. هو لو يعني احتفالين فيهم واحد مش مشكله. ما يبقاش اجازتين يعني كفايه اجازه واحده علينا. احنا عندنا اجازات كتير قوي في السنه. دي الفكره كلها المرضى هو. في وزاره الداخليه ونقاشهم مع رئيس مجلس الوزراء انهم عايزين يبقوا 30 يوم عيد الشرطه اللي هو يناسبهم عادي. الشعب يرضى بيه المشكله اللي هم عايزينه عادي اللي يناسبهم مفيش مشكله يعني. 30 اي يوم هم يحتفلوا فيه عيدهم مفيش مشكله. طب هو في بعض الناس اللي هم بيقولوا 30 يوم ده عيد الشعب دي ثوره زي ما 25 يناير ثوره. ازاي هم يحطوا اسمهم على عيد الثوره؟ دي ناس عايز تحتفل بيوم معين ما تخليها تحتفل بيوم هي عايز تختاره. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ مش فاهم. طب انت شايف ان الشرطه من حقها ان هي يحتفلوا بعيدهم الشرطه؟ هل انت شايف الشرطه زي الاول؟ ايه المشكله برضه يعني؟ انت دلوقتي عايز تحتفل بيوم معين ايا كان يعني ايا كان. ايه المشكله يعني؟ ايه المانع؟ بس هل انت ايه رايك في قرار وزاره الداخليه اللي هم عاوزين يبقى 30 يونيو ده ثوره عيد الشرطه ده ال 25 يناير؟ ما ينفعش يبقى 30 يونيو عيد الشرطه لان في 25 يناير اصلا عيد الشرطه وثوره يناير. فانت 30 يونيو ده كانت ثوره ثانيه شعبيه فما كانش ليها عيد فما تضمهاش لعيد الشرطه. ده رقم واحد. رقم اثنين سواء الشرطه او الداخليه او الجيش القوات المسلحه لهم مكانه كبيره دلوقتي في مصر. محدش يعني ممكن يحس بقيمتهم قوي الا لما يغيبوا. فدلوقتي هم بقوا مندمجين مع الناس فما ينفعش تضم لهم عيدهم تلغي عيدهم اصلا الاساسي اللي معمول ليهم وتعمله 30/6. 25 يناير هتبقى احتفاليه 25 يناير واحتفاليه بعيد الشرطه اللي جاي. طب هل في ناس بتفسر ان هم هيحطوا عيدهم في يوم 30 يونيو لعدم اعترافهم بالثوره؟ عيدهم ل 30 يونيو؟ لا 30 يونيو هيبقى عيد باعتراف بالثوره. 30 يونيو هيبقى عيد للثوره الثانيه لما مفيش فيه يعني كده لا يسمح ان هم المفروض يحطوا اسمهم او عيد الشرطه مع 30 يونيو ده عيد الشعب. عيد الله ينور عليك. عيد الشعب. وبعدين الشعب كان له مكانه كبيره قوي يعني. احنا الشعب تدخل او احنا نزلنا بس ما كانش فيه دخل للشرطه فيه. الشرطه ظهرت بعد كده ان هي تحمي الشعب ده. فالشرطه الشعب يعني احتفاء بالشرطه هيحتفل بعيدها هي و25 يعني في سطر واحد كلمتين ده تفسيرك ايه ليه؟ ان هو عايزين يبعدهم يوم 30 يونيو كلمه واحده او كلمتين. والله انا ما عنديش تفسير بس انا شايف يعني ان هي منهم خطوه كويسه بس في نفس الوقت مش هيبقى ليها معنى لان خطوتها احنا لسه ما قدمناهاش. هتقدم يوم 25 يناير ان شاء الله.